السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارب، وفيديو اليوم بيكون عن رايي في باليت ناتاشا دانونا اللي هي سانرايز باليت. في هالفيديو بوريكم توتوريال كيف طبقت الالوان على عيوني، وعقب ما نتكلم اكثر عن الباليت واذا حبيتها او لا. فتعالوا نكمل الفيديو. مثل ما تشوفون ميزة الباليت المنظرة الكبيرة، وهذه هي الألوان. باخذ لون مورغان، وهذا اللون بحطه على الكريس وكامل الجفن، ما أوصى بنات لين الحاجب، لا تحت الكريس شوي باخذ إنه وبحطه على خط الرموش السفلية اللي باقي في الفرشة اللي لاحظت في هالأشدوات إنها تتناثر، فلازم أنفضها. والفرشاة اللي استخدمها من مورفي M200، بس أظن أن هاي الفرشاة قديمة عندي مو جديدة. بفرشاة كذا مسطحة صغيرة باخذ هذا اللون كلوب وبحطه في الطرف الخارجي من العين، ببني اللون شوي شوي وشوي بحط منه على خط الرموش السفلية. بفرشاة نظيفة بوزع اللون دون ما أضيف لون زيادة، أطبطب بالفرشاة المسطحة وبهذه الفرشاة أموه أطراف اللون بهالطريقة. بصبعي باخذ هذا اللون اللي هو اسمه Awakening وبحطه من بداية الجفن إلى النص تقريبا، هذا لأنه فيه جلتر فلاحظت أنه وايد أحلى إذا أحطه بصبعي. اخر شيء احب اموه شوي الاطراف باللون الاساسي بدون ما اضيف لون، بس بالفرشة هذي علشان اتاكد ان كل شيء مدموج بطريقه حلوه ومرتبه. وهذا هو شكل اي شادو. بكمل باقي المكياج وبرجع لكم. وهذا اللوك النهائي. اذا حابين تعرفون باقي الاشياء اللي استخدمتها اوريدي متكلمه عنها في فيديو عن رايي في منتجات فينتي بيوتي، بتحصلون الرابط تحت، وبعد كل المنتجات بتحصلونها في صندوق الوصف كالعاده. خلينا نتكلم شويه الحين عن الباليت. فيها 15 لون متنوعين ما بين المطفي والشمر. ومنظره بنات، المنظره كبيره، هذا اكثر شيء حبيته في الباليت. خليكم سواتشز الكم من لون. الالوان ما اقولكم انها الوان جديدة، هذه هي الالوان وهذه السواتشز على ايدي. هذه طبعا بعض الالوان اخترت لكم شكل كذا راندملي. الالوان بنات وايد حلوة، بيجمنتد، سهلة في التوزيع، ثباتها ممتاز. بس اللي يعرفون ماركة ناتاشا دانونا يعرفون ايش كثر باليتاتها غالية. الباليتات الكبار اكبر شوي من هذه، وحتى احجام الاشدوات نفسها اكبر. هذيكي تقريبا الباليت وحدة بحول 800 درهم تطلع، فالباليتات غالية. هذه الباليت ما اعرف ليش هي نازلة بسعر اقل، يمكن علشان حجمها اصغر وحجم الاشدوات اصغر. سعرها 375. طبعا السعر مو برخيص، بس مو وايد غالي مثل اللي ب 800 تقريبا، يعني اسعار الهاي اند. وايد شفت يوتيوبرز يتكلمون عن باليتات واي شادوات ناتاشا دانونا وانها جيم تشينجرز، انه يعني اذا انت ما استخدمتي باليتات ناتاشا دانونا فانت ما استخدمتي باليتات او اي شادوات ذات جوده عاليه. كنت صراحه متحمسه وكم مره احطها في الكارت. انا عاده اطلبها من كالت بيوتي، موجوده هناك عندهم او تاجرات الانستغرام. فكنت كم مره احط الباليت الاكبر احطها في الكارت وارجع اشلها، احطها وارجع اشلها لان السعر غالي. فيوم شفت هذه ما تردت انه فرصه ابى اجرب باليتات ناتاشا دانونا. وبعد عقب رديت اخذت لهن خمس ويا بعض صغيره، بعد هذه حلوه. فكجوده جودتها ممتازه، لكن ما شيء منها في السوق. انا اسفه موجوده بهاي الجوده في السوق. ما افهم على شو كانت الضجه ان فعلا نوعيه باليتاتها غير. يمكن الكبار الكواليتي مالهم احسن، انا ما اعرف. ما اقول لكم انها سيئه ابدا، مو بسيئه، بالعكس حلوه وياسه استخدمها وشفتوها وانا اطبقها علي في اللوك سهله. بس بهالسعر اوكي 375 نوعا ما مقبوله، بس مثلا ب 800 بنفس السعر ممكن احصل ونفس الالوان في باليتات ثانيه. فهمتوا علي؟ هي حلوة بس وايد عطوها أكبر من حجمها. هذه وجهة نظري يعني أوفر هايب. هل برجع بشتري منها؟ برجع أشتري منها، ما أقدر. أنا وحدة وايد أحب الأيشادوات وأستخدمها، أعرف أن أي باليت أشتريها أستخدمها، ما أخليها يعني أو أن بس كذا أكودها. فهي أنا أستخدمها وأسوي ريفيوات، يمكن هذا سبب بعد يخليني أن أخذها. الكبار إلينا اليوم ما اقتنعت. يمكن لو بيكون عليهم سيل او اوفر ممكن اخذهم، يمكن في يوم اتهور واخذهم، تعرفوني.
انا مدق في راسي خلاص يوم اول شيء اخذه. بس اذا بنصحكم فيها بتحصلون بدائل صدقوني، يعني هاي الباليت في من نفس الوانها موجوده في نيكس مثلا، بتحصلون بعد في كيكو، بتحصلون في ميك اب فوريفر، وايد ماركات بتحصلون بنفس الجوده واسعارهم اقل، بس انهم تجمعونها باليت بديله بالضبط عن هاي الباليت نفس الالوان ما حصلت صراحة. دورت في الدرج ستور حصلت نفس الألوان في باليتات ثانية أو سينجل، لكن أن نفس الشيء لا ما حصلت. بس اللي مدمنة مكياج ودائما تشتري مكياج أو تحب تتابع انفلونسرز في البيوتي، متأكدة أنك شفتي أو حصلتي بدايل لهاي الدرجات. هذا رأيي في الباليت، أنا حابتنها وأستخدمها. طبعا أنت في النهاية حرة تبون تاخذينها ما تبون تاخذينها، هذا شيء راجع لك. بس بما أني بلوجر وانفلونسر أخبركم. إن شاء الله عجبكم الفيديو، عجبكم التوتوريال، وأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.